بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس لعام 2021 استلمت مديرية أوقاف قنا كمية من لحوم الأضاحي وقدرها 4 أطنان. وصلت إلى مديرية أوقاف أسوان الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي في اليوم الموافق الجمعة 16 من شهر أغسطس عام 2021، وبذلك يكون قد وصل إلى مديرية أوقاف أسوان 16 طن. تستقبل اليوم مديرية أوقاف الأقصر الجمعة الموافق 13 من شهر أغسطس لسنة 2021 الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي وأخذوها 4 طن. والحادة تقوم مديرية أوقاف الأقصر قد استلمت ما يقرب من 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحي. اليوم الجمعة الموافق 13 من أغسطس قد تم وصول عربية الدفعة الخامسة من مديرية أوقاف سوهاج بإجمالي 18 من لحوم صكوك الأضاحي. تم اليوم وصول الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي إلى محافظة الوادي الجديد، يصبح ما تم وصوله إلى المحافظة 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي. وصلت اليوم الجمعة 13/8/2021 الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف البحر الأحمر بحمولة 2 طن، ليكون إجمالي ما وصل إلى المديرية حتى تاريخه 6 طن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.